من واشنطن معنا مديرة مكتب الحدث نادية البلبيسي. نادية مرحبا بك. هل رشحت الأسباب التي أجلت الولايات المتحدة من أجلها زيارة بلينكن إلى المنطقة؟ في الواقع تقرير أكسيوس ربما فيه التباس، لأنه حسب معلوماتي بأن وزير الخارجية لم يكن سيسافر اليوم، وبالتالي لا يوجد هناك تأجيل، كان المفروض أن يسافر غدا رغم أن الخارجية لم تعلن رسميا عن هذه الزيارة، لكن ربما المشهد ضبابي نوعا ما. حتى الآن هناك معلومات تشير إلى أنه عازم على السفر غدا بعد الظهر بتوقيت واشنطن، لكن سنرى، ربما يؤجل لأسباب كثيرة، منها طبعا الضربة الإيرانية المرتقبة التي قال كيربي قبل يوم بأنه يتوقع هذا الأسبوع، ربما لأنه لا نعرف إذا حماس التزمت بالذهاب أم لا، عدا عن ذلك بأنه هناك جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها الإدارة على كل الأصعدة. إضافة إلى ذلك، كما تعرف، المسؤول عن ملف المفاوضات هو رئيس CIA ويليام بيرنز، وبالتالي وجود وزير الخارجية يجب أن يكون له قيمة مضافة، لا يستطيع أن يذهب إلى الشرق الأوسط دون أن يكون هناك نتائج تعول عليها كثيرا إدارة الرئيس بايدن بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق في هذه الصفقة. ومن هنا وضعت الكثير من الاهتمام على يوم الخميس 15 أغسطس على أساس بأنه يوم انطلاق لهذه الصفقة. وكما ذكرت، بريت ماكيرك متوجه إلى القاهرة، وأموس هوكستين موجود في سيذهب إلى بيروت، وبالتالي هناك جهود أمريكية حثيثة جدا دبلوماسية. طيب. على أساس الحصول على نتائج، وهذه النتائج هي أولا اكتمال هذه الصفقة التي يتوق البيت الأبيض إلى تحقيقها وإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، ومن جانب آخر طبعا إقناع إيران ربما بأنه طالما هناك بدء في هذه الصفقة ممكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق نار في غزة، على الأقل يمكن إقناع إيران بأنه أولا ربما العدول عن هذه الضربة الانتقامية، أو على الأقل تأجيلها أو التخفيف منها. ومن هنا هذه الجهود الآن تنصب في بالفعل على هذه الصفقة، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد إذا كان وزير الخارجية سيذهب أم لا، لا نستطيع أن نؤكد إذا كانت حماس ستذهب أم لا، رغم أن المتحدث باسم نائب المتحدث باسم الخارجية قال قبل قليل بأن قطر يعني أعطت نوعا ما ضمانات للإدارة الأمريكية بأنها ستضغط على وفد حماس ليشارك في هذه المفاوضات. طيب، للتو مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن نادية تقول نشرنا لأصول عسكرية في الشرق الأوسط هدفه منع الانزلاق إلى صراع أكبر، وتحدثت أنت بأن مسألة وقف إطلاق النار من الممكن أن تكون سببا لتأخير الرد الإيراني أو هذا السعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. سؤالي، هل تمت رسائل وصلت إلى إيران من الولايات المتحدة عبر وسطاء يحكى عن هذا الشيء يا نادية؟ أكيد منذ اليوم الأول البيت الأبيض قال بأنه أرسل رسائل إلى إيران عبر الوسطاء الإقليميين، الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وعبر الوسطاء الأوروبيين، أولئك الذين يتحدثون بشكل مباشر مع طهران وخصوصا فرنسا كما تعرف حسين. وبالتالي التركيز الأساس هو أولا إقناع إيران بالعدول عن هذه الضربة الانتقامية، وثانيا الوجود العسكري المكثف. يعني البعض يسأل إذا كانت بالفعل إدارة تسعى من خلال الجهود الدبلوماسية من إرسال كل ما لديها من أعلى موظفين، سواء كانوا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية، لماذا تقوم بنشر كل هذا الوجود العسكري، سواء كانت USS إبراهام لينكولن أو إذا كانت الغواصة جورجيا أو غيرها. لماذا تقوم بذلك؟ عاد على فكرة قبل قليل أعلنت وزارة الخارجية لأنها بعثت إلى الكونغرس قائمة طويلة بأسلحة جديدة لإسرائيل، منها 50 طائرة F-15 المقاتلة ودبابات وغيرها. طيب. الإدارة تقول بأن هذه بحد ذاتها هي رسالة لإيران، بأن الرسالة هي أنه على إيران أن تحذر، أن تفكر مرتين. نعم. أولا بأي هجوم على القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. طيب. أو من خلال وكلاء إيران، أو حتى الهجوم على إسرائيل، لأنه أي هجوم على إسرائيل من قبل إيران أو من قبل حزب الله سيكون هناك رد أمريكي، هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، والمتحدث باسم البنتاغون أكد هذا قبل قليل طبعا. طيب. لذا هو خطين متوازيين، وجود مكثف عسكري
وجهود دبلوماسية على أمل ألا تقوم إيران بهذه الضربة، والتقييد الأطراف بأنه يوم الخميس 15 أغسطس هو يوم البدء في هذه المفاوضات الجديدة. شكرا جزيلا لك من واشنطن مديرة مكتب الحدث هناك الزميلة نادية البلبيسي.